نعم جبريل، بالتأكيد هذا الفضاء الثقافي الكبير هنا في معرض الرياض الدولي للكتاب، التوافد من قبل الجمهور مستمر. ربما أخذ زاوية جميلة جدا في هذا المعرض، وهي حرص الكثير من المؤلفين والمثقفين والكتاب على توقيع إصداراتهم في هذا المعرض، وأيضا إطلاق إصداراتهم مع بدء هذا المعرض. بالأمس كانت هناك أمسية موسيقية كبيرة جدا ومهمة للموسيقار الكبير نصير شمة، وكذلك أيضا الفنان العملاق الكبير سعدون جابر. هذا اليوم الفنان والموسيقار نصير شمة يوقع كتابه كما تشاهدون الآن على المنصة، كتابه يطلق ويوقع للقراء كتابه الأسلوبية موسيقيا، وبالتالي هذا هو الهدف الكبير والأسمى والأعمق من هذا المعرض، هو التواصل المباشر مع الجمهور. معي الأستاذ والفنان الموسيقار الكبير العالمي نصير شمة. مساء الخير. مساء الوقت. أهلا وسهلا. شرفتنا في معرض الكتاب. بالأمس كانت هناك أمسية موسيقية جميلة جدا، حدثنا وأنت الآن توقع هذا الكتاب للجمهور، كيف تجد هذه الروح هنا في هذا الفضاء الثقافي الجميل؟ أولا قد تستغرب، يعني أنا نصي ميال للكتابة تماما، نصفي ميال إلى الكتابة، وإلى وأعرف أنه الجمال ما يتجزأ سواء كان في الموسيقى أو في النص أو في حضور عمل مهم جدا أو في قراءة ديوان شعر أو رواية أو كتاب فلسفي فكري. المعرض السنة أولا في كمية دور نشر مهمة جدا جدا، في الغالب ما تجتمع كلها في مكان واحد لأنه في كتب كثير عليها فيتو كذا، الآن كلها مفتوح. اليوم شفنا يعني احنا شايلين هم لكمية الكتب اللي اشتريناها من هذا المعرض، شو راح نشيلها وطريقتها وهذا الكلام. اليوم احنا نوقع كتابي الأسلوبية موسيقيا بجناح الإمارات اللي صدر من الإمارات من دار إصدارات، وهذا الشيء بالنسبة لي يشكل مصدر فرح مثل الحفلة يوم أمس. جميل. أستاذ نصير، يعني عرفناك بالتأكيد إذا ممكن نتناول الكتاب، يعني عرفناك موسيقار وتعزف لنا على أوتار العود، والآن تكتب لنا كتابا أيضا، عن ماذا يحتوي هذا الإصدار؟ هذا يحتوي هو رسالة للدكتوراه وحولناه إلى كتاب يحتوي على أبواب كثيرة، على فكرة الأسلوبية، هاي النظرية اللي موجودة بالأدب شلون حولناها إلى الموسيقى، بحيث يصير هناك شق تنظيري في مسارنا وفي مسار الموسيقى العربية. من النادر أن تشوف موسيقي ناجح ويألف كتب ويحاول أن يشرح النظريات اللي ممكن أن تقيس من خلالها أهمية هذا الفنان أو ذاك. هاي النظرية ممكن تطبق على أي مؤلف موسيقي وعلى أي أعمال لمؤلفين ولملحنين، تقدر تعرف تماماً قيمة أسلوبيته وتأثير أسلوبه وبناء أسلوبه، وهذا بخلاصة عاجلة فكرة الكتاب، أنه هي كيف تطبق نظرية الأدب اللي موجودة بالأسلوبية تغيرها تماما وتستنبط نظرية جديدة للموسيقى. أستاذ نصير، بالأمس كانت الحفلة الموسيقية الجميلة أيضا مع الفنان الكبير سعدون جابر، كيف وجدت الجمهور السعودي وأيضا تفاعله مع الموسيقى بشكل عام؟ طبعا الجمهور السعودي أنا أعرفه من سنين طويلة، يعني أعرفه كان يحضر لي حفلاتي في كل مكان بالعالم، وزيارتي للرياض أول مرة، لكن للمملكة أنا سبق وأن سويت 5 حفلات في إثراء، وكان جمهور يجي من الرياض ومن كل مدن المملكة يحضروا الحفلات. أكيد أنا أعرف هذا الجمهور، لذلك كل حفلة جديدة هي بناء جسر جديد مع الناس ومع أرواحهم، اللي هي الأرواح كلها تلتقي حول الموسيقى، وهذا شيء مهم جدا. الجمهور هنا جمهور متابع وجمهور في درجة كبيرة من الوعي ومن الثقافة، والدليل أنه شوف المعرض هذا من الافتتاح لليوم هو مزدحم والناس كلها تقتني الكتب. فعادة طالما يكون العقل متنور بفكر وبأدب وبثقافة، أعرف أنه الموسيقى بخير هنا. أتركك إذن مع محبيك وقرائك بالتأكيد ومحبين موسيقاك، الله يعطيك العافية. شرفتونا حبيبي، شرفتونا. إذن يعني جبريل، هذه الوقفة الجميلة مع هذا الفنان الرائع والمثقف الكبير، وبالتالي ربما كما تحدثت قبل ذلك بأن يعني العمق ويعني الجمال في هذا المعرض أن يكون هناك التواصل المباشر بين الكاتب بين الفنان وبين قرائه ومحبيه. محمد شكرا جزيلا لك، فقط نريد أن تبلغ شكر الإخبارية للفنان القدير نصير شمة. مشاهدي الكرام، شكرا لزميلنا محمد الحمادي مراسل الإخبارية.